نصب واشتغالات وحوارات وكلاب بلدي بتتباع على اساس انها كلاب ارمنت، وناس بتجوز ارمنت على بلدي على جريفون على جولدن ومفيش لا ضابط ولا رابط للموضوع ده. والمتضرر الاول والاخير هو الكلب الارمنت طبعا، وبعديه على طول الغاوي او الهاوي اللي نفسه يقتني كلب ارمنت. حملة دعم وإنقاذ الكلب الأرمنت ابتدت في أول خطوة فعلا عملية لحل كل المشاكل دي، هقول لكم إزاي بس بعد الانترو، خليكم معايا. مشاهدي قناة ماي أرمنت دوج كلب الأرمنت ومتابعي صفحة حملة دعم وإنقاذ الكلب الأرمنت من الإنقراض، السلام عليكم. إن شاء الله حملة دعم وإنقاذ الكلب الأرمنت من الإنقراض شغالة دلوقتي على فكرة، إن شاء الله هتقضي على أغلب المشاكل اللي بتواجه الهواة والغواة ومحبين الكلب الأرمنت في الفترة اللي فاتت، وهي عمل عضويات أو اشتراكات في الحملة. أعضاء الحملة إن شاء الله هيسجلوا كل كلابهم في الاتحاد الدولي الـ FCI عن طريق الإيكي اف المصريه، يعني هيتم استخراج شهادات نسب وهيتم حقن الكلاب بالمايكروشيب الخاصه بالمنتج او البريدر او صاحب الكلب، وبالتالي طبعا الجراوي هتتسجل في الاي كي اف وفي الاف سي اي. فهتبتدي انت لما تيجي تاخد جرو او تشتري جرو من عضو من اعضاء الحمله، هنبقى عارفين اهالي الكلاب دي مين، وبعد جيل او جيلين هنبقى عارفين الاب والام والجد والجده وابو الجد كمان، وممكن مع الوقت طبعا ان شاء الله هنبقى عارفين 5 اجيال او اكتر من 6-7 اجيال ورا الكلب ده اهله مين. ودي طبعا هتحمينا من فكرة الناس اللي بتجوز لبلدي وبتعمل عمليات تهجين غير مدروسة تماما وبتبوظ السلالة. فانت بعد كده هيتوفر لك كلب ارمنت فعلا زي ما نقدر نقول ابا عن جدا ارمنت. ميزة تانية في عضوية الحملة ان شاء الله، وهي تبادل الزيجات او تبادل خطوط الدم ما بين الاعضاء. بدل ما انت هتروح تشتري من منتج واحد عمال بينتج من ذكر وانتاية او ذكر وانتايتين فقط هم وممكن اصلا هم في الاول وفي الاخر يطلعوا اخوات، لا هنبتدي في الحملة ان شاء الله نعمل كورسات ما بين البريدرز ونعمل تبادل للخطوط الدم علشان نحسن الانتاج على قد ما نقدر. نحسن الانتاج زي ما اتكلمنا قبل كده مش عن طريق التهجين، عن طريق اختيار جوازات مناسبة، اهالي صحية، اهالي متزنة، اهالي ما عندهاش مشاكل خالص، ان هي دي اللي تبتدي تتجوز وهي دي اللي يبتدي يتم الانتاج منها. هيتم اختيار الاهالي اللي هيتم الانتاج منهم ان شاء الله عن طريق كشف طبي، فحص كده او تيست كده هيتعمل لسلوكيات الكلب علشان ما يبقاش كلب اجريسيف قوي 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 فيورث العنف ده للجراوي، او يكون كلب جبان جدا فيورث ده برضو للجراوي. الكلاب الغير صحية جسديا، الغير صحية نفسيا وغير متزنة نفسيا وسلوكيا هيتم استبعادها من الانتاج تمام. هيتم انتقاء الكلاب اللي هتنتج بعناية شديدة جدا، وهتكون زي ما قلنا متسجلة EKF و FCI. هيكون في بروتوكول ما بين الاعضاء في عمليات البيع والشراء، هيكون في لاول مرة اعتقد في الارمنت ومش كتيرة بتحصل في البريدز التانية، وهو الجرانتي. هيبتدي يتعمل في شهادة بيع او في عقد بيع للجرو معاه جرانتي بيقول ان الجرو ده لو طلع عنده اي مرض او ما اتطعمش، لانك المفروض بتاخده متطعم بالدفتر بتاعه، لو طلع ما كانش متطعم، لو طلع في اي مشكلة تخرجه من البريد وده وقفت دلوساب اي حاجة من الحاجات دي خالص قلش وطلع مبقع الكلام ده، انك ترجعه تاني للمنتج وتاخد فلوسك او تاخد جرو تاني. حتى الجوازات، انك انت تودي كلبك يتجوز عند حد بيحصل مشاكل في ان شاء الله في الفكرة دي ما بين اعضاء حمل الدعم وانقاذ الكلب الارمنت من الانقراض مش هتبقى موجودة، لان الشخص او العضو، لان العضو اللي هياخد كلب عضو تاني علشان يتجوزه عنده هيمضي على استمارة استلام للكلب، وهيتم تصوير الكلب عشان لو الكلب رجع لصاحبه فيه حشرات، رجع مضروب، رجع متعور، رجع فيه اي مشكلة، او لا قدر
الله ما رجعش وقال له الكلب مات، الكلب هرب، الكلب اي حاجه، دي على مسؤوليه العضو اللي واخد الكلب يجوزه. فدي حاجه هتبقى مطمئنه ان احنا بنخاف ندي كلابنا لحد والكلاب ما ترجعش تاني، فده هيكون برضو معانا في الحمله ان شاء الله. في سيشانات كتيره جدا هتتعمل مع دكتور باذن الله، احنا لسه بنهندل الموضوع بتاع الدكتور، ان احنا عايزين نختار دكتور او اتنين يبقى متواجد معانا في الحمله باستمرار لاي استشارات. لو هنعمل فيه اي جاذرينج او اي ايفنتات يكون معانا ويفحص الكلاب علشان نشوف لو في كلاب داخله على جواز، في اي فيتامينز لازم تاخدها، في اي حاجه يقدر يعملها هيعملها، وهكذا. هيبقى في معانا مدربين وتعديل سلوك ومدربين حراسه، وهتكون في كورسات مجمعه باسعار ان شاء الله باذن الله مخفضه، عشان الكلاب اللي هيتم الانتاج منها دي هتبقى متنقية زي ما قلت بعناية شديدة، فعايزين نحسن سلوكها على قد ما نقدر، عشان ده هيتم توريثه للجراوي، والجراوي يتم الاعتناء بيها عشان ده برضو سلوكها هيتم توريثه للجيل اللي بعده، هكذا. ان شاء الله احنا شغالين في الموضوع ده دلوقتي، بدأنا نعمل عضويات، بدأنا نجمع استمارات الكلاب، بدأنا ان شاء الله هنبدأ في التسجيل خلال شهر بالكتير بإذن الله. فان شاء الله الناس اللي عانت كتير وقابلتها مشاكل قبل كده في موضوع الكلاب الأرمنت، الفترة الجاية هتشهد تغير كبير جدا 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 وتغيير جذري في الموضوع. فأتمنى أن كنتوا ما تشيلوش الكلب الأرمنت من دماغكم، وفي الفترة القريبة اللي جاية هيتم توفير إن شاء الله أفضل إنتاج من الكلب الأرمنت في مصر بإذن الله عن طريق أعضاء الحملة، وهيتم تسهيل كل الصعاب والمشاكل اللي كانت بتقابلكم قبل كده. إن شاء الله تابعونا وهنقول لكم على خطواتنا أول بأول إن شاء الله على صفحة الحملة. دعواتكم لينا بالتوفيق، وأشوفكم على خير إن شاء الله. سلام عليكم.